السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك وتحيه لجميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم كنت واجدو في سوق الشماعيه، خميس الشماعيه او ما يسمى بسوق زيمه، في تاريخ 2022 شهر 5 في 12. تبارك الله اخوان، السوق شويه خاوي، السعه قليله اليوم. يلا ما تنساوش اخوان تعاونونا بحال لايك الفيديو بحال ابوني القناه باش يوصلكم كل جديد. يلا نمشيو على بركه الله ونشوفوا الاثمنه. تبارك الله الاخوان، اليوم السعه قليله ولكن الخير موجود الحمد لله. السعه قليله ولكن المليح شويه، بركه رجع البركه. تبارك الله غنسولو السيد شحال الثمن. اليوم الشماعيه كنت واجده، خمس شماعيه. تبارك الله السوق شويه عيا اليوم، في البيع قليل. صباح النور خويا، كي داير لاباس عليك؟ خويا الخير ديالي اللي عاطينك هنا 49. تبارك الله 49 2405. تبارك الله غندوز معاه كامل الاخوان، نشوفوا السلعه كي دايره. تبارك الله السلعه كي دايره، تبارك الله عاطينو 49000. الثمن راه كاين الاخوان كما كتعرفوا السوق حاليا الثمن كاين هذا العام اللي زايد بزاف العك العام اللي فات، زاد حتى 6000 ريال ولا 3000 درهم اللي مزيوده. تبارك الله والله يرحمنا، شي نطلبوا الله يرحمنا. شحال من راس خويا هنا؟ 16 راس. تبارك الله 16 راس، المليح شويه قليل اليوم والسعه قليله. تبارك الله خويا، لا عيب لا والو، سلعه نقيه كرام لا. تبارك الله قال لك العيب والو كرام لا. تبارك الله وقع مع الاخوان، شوفوا لكم الاثمنه عاوتاني ديال الغنم ونصور لك شي اللي جاب الله، واللي بغى شي حاجه مرحبا الاخوان، اللي بغى شي سؤال شي حاجه مرحبا. يلا نمشيو على بركه الله. تبارك الله السلعه كبيره، تبارك الله قلم مليحه وغليظه. تبارك الله غنسوي شي شحال الثمن. صباح النور خويا، كي داير لاباس عليك؟ ما بغاش يبان كي حنا نسولو شحال اللي عاطينك هنا؟ 54. تبارك الله 54 اللي عاطينا. تبارك الله 2700 اللي عاطينا. تبارك الله السلعه كبيره. شحال من راس هادي هنا؟ 7. تبارك الله 7 الحوالة. تبارك الله كي جاك اليوم السوق داير اخويا؟ خويا السوق اليوم الثمن شويه ناقص، ثلاث اللي كان الثمن اليوم شويه ناقص، ثلاث بنقرير اخويا راه قال كان الثمن، عمرك كتسوق ثلاث بنقرير واليوم قال شويه الثمن ناقص. تبارك الله واحد بين واحد المشاهد الاخوان، حال المتبع ها هو حال المتبع، هو سميت سميت شنو هي بعدا؟ عبد الكريم. الله هذا الاخوان من المتبعين اليوم، قال لي راه من المتبعين ديالك وعطاني الاسم ديالو اللي داير في الكونت ديالو وكاين فري، غنصورهم ان شاء الله غنز عندك. تبارك الله الله يسخ السيد هو معقول مسكين ديما الجيم والكومنتار قال لي الله يسخ. تبارك الله اخوان كما قال لك البارح نهار الثلاث، عفوا نهار الثلاث قال كاين الثمن على اليوم، هو الثمن كاين لكن اللي قال لك اليوم ناقص حاجه شويه، ناقص 300 درهم ديال 3000 ناقصين. والله يرحمنا شنو نطلبوا، الله يرحم والدينا اخويا الله يسخر. تبارك الله اخوان اليوم حس لي يا راس السوق، اليوم هي اللي راس السوق، خاص سلعه قليله هذه راس السوق، هي اللي بانت لي اظن مليحه وراس السوق. تبارك الله احنا غنصوروا شو نصوروا شي حاجه تمام. صباح النور الرئيس، كي داير؟ لاباس عليك، نهاركم مبروك اخويا. الخير سيرين اخويا. 10 خرفان. شحال اللي عاطينك؟ شحال اللي عاطينك؟ 50 اللي عطاوك. 50 تبارك الله. كطلب 52. 50 اللي متمرين ليه. 2500. هي تبارك الله السلعة بات لي مليحة اليوم. مركز مع 90 تبارك الله. هي اللي راس السوق دابا حاليا. السلعة تبارك الله راه زينة. الحمد لله كاين المليح. اخويا كاين المليح، كاين المليح تبارك الله، كاين المليح تبارك الله. قلت لي عطيني 50 ياك؟ 50 لي تامر 2500 كيطلب فيها 52 2600. نلقى العيب والو. دقة ديال العيب لا. والله يدير خير اخويا هادشي اللي كاين. العريف هذاك العريف؟ العريف ديال الاسد. ديال الاسد الله يسلمك تبارك الله. هادو توما ديالك ولا ديال؟ دي والله حنا السبب. شحال هما؟ شحال؟ 48 مشرى 48 و500 مشرى 2425. تبارك الله الخربان زينين الله يسخر. سوبر مليح. لا سوبر تبارك الله. الثمن اخوان كما كتعرفوا راه في السوق كاين
وراه مربصو نتا سمع السحين عبد الله كيرس صبر الله لي حاشمنا الله لي حاشمنا مع شي واحد وصافي ناس راه باينين على وجهها ناس راه باينين على وجهها تبارك فارب لا تجي عندي اجي عندي عطيني النمره اللي بغى شي واحد شي سلعه بحال هادشي قول النمره ديالك مرحبا قول النمره 06 68 24 81 58 58 السكنه فين؟ عبده جنب التسعين عبده معروفين على الصعيد الوطني كنمشيو فيها اللي قلتي لي مصطفى العبدي معروفين الله يسخ الله لا يحاشينا شو تبارك الله يا اخوان حتى الخير في الملاح تبارك الله تبارك الله خرفان زيني تبارك الله هذا شويه صواف وكاين تبارك الله راه زين غنسول شي حاجه تمام شحال اللي عاطينك اخويا اللي عاطينك لا كطلبها كطلبها 56 56 تبارك الله 2800 اللي كيطلب في ديالو شحال التمر عليك اخويا التمر شحال اللي عاطينك اللي عطيك الصوت 55 55 اللي عاطينك تبارك الله ست غرفان زينين وكمان الاخوان راه كاين اليوم بغيت ناقص شويه على سوق اخرين التمر راه كاين بزاف صراحة سي الخربان ديال ندور معاهم الاخوان نشوفو هي السلعة قايا خويا ما كاين لا عيب لا والو ياك العيب والو الله يرحم والديك قايا تبارك الله قال لك العيب ما كاينش صبر خربان قايا قال لك العيب كامل الاخوان ما كتعرفوش السوق راك والله يرحم والدينا اخويا الله يرحم والديك الله يحفظك بارك الله اخوان جينا عند خونا انس يدير في الكون ديالو انس هو سميتو عبد الكريم تبارك الله السلعه جي عيط ليا قال لي تعال شوف السلعه مليح خويا عبد الكريم كي داير كي داير لاباس عليك هاني الله يحفظك ليا تبارك الله عندك المليح اليوم تبارك الله وترى معروف بالمليح باقا سني حليب تبارك الله تبارك الله شحال عندك في الجوج 150 باش ديتيهم تبارك الله 150 84 هذا هز لي راسو تبارك الله يسهل حولي مليح تبارك الله 150 باش داهم تبارك الله 5250 تبارك الله 75000 الواحد 3500 3500 هذا هو انس الله يحفظك الله يحفظك خويا انس الدري هو اللي مصايب السيت كونت داير فيه انس تبارك الله انس كاين مليح فري اخويا ذكر باقا سنة الحليب تبارك الله قدام سنة الحليب تبارك الله كاين مليح تبارك الله هذا شحال اخويا عندك 67 تبارك الله كاين الثمن اليوم كي جاك السوق اليوم اخويا عبد الكريم وعبد الكريم السوق كي داير اليوم خمس كيلو رخيص شوية الثمن الله يرحم ودين اخويا عبد الكريم قول النمرة ديالك اللي بغا مشي واحد قول جوج النمرة اللي بغا مشي تبارك الله بغا مشي واحد ها؟ كتصدر الله يسخر تبارك الله قال كنبيعهم بايعهم الله يسخر المولى صحاب الدار البيضاء صحاب كيدوزو البيضاء صحاب الدار البيضاء قال كتبغي يديهم البيضوات الدار البيضاء فين كاين فين كاين البيضوات؟ على ابو قادر على القادر اسم ها؟ الهراويين الهراويين البيضوات الله يسخر تبارك الله الاخوان اللهم بارك سلعة صاحب بن صالح تبارك الله بعناها الله يسخر مولاها تبارك الله سلعة كثيرة تبارك الله سلعة كثيرة الله يسخر مولاها أغلى من قية وأغلى من زينة تبارك الله الدار أغلى من اللي واصلة فهمتي أغلى من واصلة بقات شهرين أغلى من واصلة تبارك الله أغلى من قية والو دقت الحبة لا القرطيط ولا شي حاجة أخرى ما كايناش وأغلى من راها توب وراس وزين تبارك الله فهمت القرن ديالها كثير تبارك الله السلعة كثيرة سي عثمان صباح النور تحياتي مشاهدي راه كنسولو فيك ديما الله يسخر كيقول لي واش عثمان خوك ولا اش كيجيك كنقول لهم راه بحال خويا بحال ولد العم هو ولد عمي وكنقول لهم راه خويا هذاك الشيء اللي تبارك الله السلعة راه ديالو ديال الوالد ديالو عمي عمي داك الشيء اللي راه باع تباع السلعة الله يسخر 23 راس تبارك الله السلعة 23 راس اللي كاين تبارك الله السلعة كاينه والعيب والو دقات البريلا وغلى من قية وغلى من زينة تبارك الله وغلى من واصلة للعيد والله يبارك تبارك الله شين ضرب الله يبارك سلعة نقية تبارك الله بعنا شرينا مع عربة على الإخوان الشريكي عربة قلنا شحال طايحة ورابع 1000 ريال راس الشريكي
خصنا حتى ترونسبور حتى لهنا، خصنا نعيش شحال واصلة لهنا، شكون واضحين الاخوان، ماشي مع ديك الساعة من كنكون في الدار ما كنحسبوش ترونسبور، دابا ترونسبور وسانكا، حسبني شحال طايحة بسانكا بترونسبور ديالها ودرنا مع 1000 ريال راس، تبارك الله، السلعة كي دايرة تبارك الله، الله مليحة وعاد التوب والراس والقرن، والله يرحمنا شي نضرب الله يرحم، التمر كاين الاخوان، كاين التمر، هادشي ديال الغلاية اللي واصلة للعيد فيها التمر. وهيك البدر الصغير شويه ناقص التمام حيت ما غنوصلش العيد ان شاء الله اللي كيبغي العام الجاي هو اللي كيدي تبارك الله سريع كبير على راشي تاول السيد الله يسخر لهم وقام على اخواتهم باش ندخلوا السوق شوفوا الاثمنه عرفتوا على بركه الله الله الاخوان الناس اللي كتسول على راس مولات راس الاحمر ها هي الله يسخر مولات تبارك الله هاد الناس اللي كنا نفطرسهم باعينا الله يسخر تبارك الله ما سولتش شحال التمام وشحال من راسيه تبارك الله سريع كبير اللهم بارك تبارك الله اللي حي بعثي هاد الخيريات الله يسخر الله يسخر مولاها حجاز اخويا 21500 تبارك الله 21500 تبارك الله 1025 درهم تبارك 1025 درهم تبارك الله السلعه شحال من راسيه 53 راس تبارك الله يحيي ثلاثه ويحيدهم ثلاثه ويحيدهم الله يسخر الحمد لله تبارك الله السلعة كبيرة هذه مرات الراس الأحمر الأخوان اللي كيسولوا كان الأخوان اللي ما كان اللي بالي ما كنصورهاش أخوان كعرفوا السوق ما كتكونش فيه اللي ما كيكونش المليح صافي شي لك حيد النمرة شي واحد اللي عجباته شي سير مرحبا الناس كيسولوا على مرات الراس الأحمر ولكن أنا ما كنصورهاش قليل كنقول لي ما ودي راه ما كنصيبش السوق قليل اللي كتكون فيهم وشي اللي كاين قول النمرة اللي بغاها شي حاجة 0624 0624 20 38 31 اللي بغا شي سريع بحال هذه مرحبا فين كتسكن؟ بوشان اييه اقليم رحام يا اقليم رحام تبارك الله السلعه ماشي 53 قلك راس ويحيد لنا ثلاثه وتبارك الله السلعه كبيره والله يسخر لك الله يسخر لك اخويا الناس راجل يدها الله يسخر لك قال لك اخويا بعد شي 23 ما عرفت 20 و 500 هذيك هي اللي حيدات بشحال؟ شحال هذي دازت؟ 21500 شكرا غاب 21500 1075 درهم 1075 درهم 1075 درهم تبارك الله تبارك الله اخوان الهوية السريعة يلاه سبعات الله يسخر مولاها تبارك الله هاي السلعة كثيرة تبارك الله تبارك تحل زاد الخير العربي واحد ونص ها؟ واحد ونص 21 22 خلي الراجل يقول شي لك الله يرحمه الله يرحم بوك ما عندنا مع شي ديال الكذوب الله يرحمه الله يرحمه ويقول العربي 21500 باش تباع الله يرحمه الله يرحمه ويقول السلعة مقيمة الله يرحمه ويقول السلعة مقيمة داك الشيء اللي كاين اخويا بعدين يقول لك الشيء اللي كاين ورزق الله راك صواب ورثي ثاني ديك احنا كنمشيو ان شاء الله تبارك الله السلعة كثيرة تباعت 21500 شي اللي كاين ما كان 22 لا والو 21500 1075 درهم تبارك الله شحال من راس كاين 36 حولية 36 حولية تبارك الله كامل باقي اسمها الحليبة ديالك كامل باقي اسمها الله يرحم والديك تبارك الله الستة ما شافش المعقول صحيح ما شافش المعقول اي من تقول لي 22 ما شافش المعقول الناس تعرف شي اللي كاين اللي كاين اريلا الله يرحم والدينا خويا العرب تبارك الله السلعه كبيره واش كتصور في هذوك انا صاحبي الله يا اخوان كاين اللي مليح اخويا اي سير على الله السيد راه هو اللي تدي السلعه ياك تبارك الله الله يسخر واحد ونص الله يرحم والدينا واحد ونص نتوما تباعت الاخوان تبارك الله السلعه مليح مرحبا نصور صاحب الله يسخر تبارك الله قول النمره اللي بغا شي واحد بحال هادشي قول النمره قول النمره حافظه اش من النمره اللي بغا شي حاجه بحال هادشي سلعه ولا بغا شي واحد مرحبا وعديش النمره شو نعطيك النمره الله يسخر الله يسخر راه تلاقى بالتليفونات ان شاء الله غنتلقى وكندير معك باش تلقى مع الدار والله غنتلقى يا سيدي مسكين يا سيدي الله يسخر انا يا مسكين غير لوحه اليوتيوب غير لوحه اليوتيوب ان شاء الله لوحه الله يحفظ ها انت هاي راه بواحد ونص باش ديت ها الله يسخر هاي الله يحفظ سيدي انا يا مسكين الله يسخر ان شاء الله غنلوح ان شاء الله مليح يلا تبارك الله